العباقرة قادرون باختلاف المجموعة الثالثة ومباراة مهمة جدا، وهفكركم بالنتيجة. إكسبرس متقدمين 85 نقطة، القراصنة 50، وقراصنة رأي فرصتكم الوحيدة هي الفقرة دي. 50 و25 كام؟ 75 تقريبا. يا رب اتعادلتوا. يا رب بالظبط كده يا معتصم. احنا دي 75. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة الفريق واحد بس، 50 تبقى 75 أو 85 تبقى كام؟ 110. تومي، السؤال الأول والهدف الأول. السؤال الأول: فنون، من قامت بدور ليلى في مسلسل فرح ليلى؟ ليلى علوي. دوس على البازر. مين؟ ليلى علوي. ليلى علوي، هدف الأول. وجمعها في البطولة فراس سعيد وعبد الرحمن أبو زهرة الفنان القدير وأحمد كمال، هدف بلا مقابل. برافو عليك يا معتصم. سلمى محتاجة تتعدي. ما تقلقش أنا جامدة. أنا جامدة. طيب السؤال الثاني: فنون، من قام بدور همام في فيلم همام في أمستردام؟ لا، ده محمد هنيدي. محمد هنيدي طبعا إجابة صحيحة. الهدف الأول لسلمى. كان معاه مين بقى؟ أحمد السقا. أحمد السقا ومحمود البزاوي. أيوة. وأحمد عيد وأيمن الشيوي وموناليزا. هدف مقابل هدف، كلنا نحيي سلمى ومعتصم، معتصم وسلمى، برافو عليك. السؤال الثالث: إبراهيم شرشر، جاهز؟ جاهز. السؤال الثالث: جغرافيا، في أي قارة تقع صحراء تنجر؟ مساحتها حوالي 36,700 كيلومتر مربع. من 65 مليون سنة كانت موطن للديناصورات. إبراهيم إجابتك. أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية إجابة خاطئة. رابع أكبر صحراء في الصين في قارة آسيا. هدف طار من القراصنة. مصطفى علي، سؤال الرابع: جغرافيا، في أي محيط تقع جزيرة فانكوفر؟ مساحتها حوالي 31,300 كيلومتر مربع. إجابتك. حضرتك كمل الوصف. لا خلاص، دوست على البازر، أنا أسكت أخد إجابة. إجابتك. المحيط الهادي. أكبر جزيرة على ساحل المحيط الهادي في أمريكا الشمالية، الهدف الثاني. في فانكوفر في كندا. هدفين مقابل هدف. مروة عادل محتاجة تتعدلي. والسؤال اللي جاي سؤال في التاريخ. السؤال الخامس: تم توقيع معاهدة هاي بونو فاريا عام 1903 بين بنما وإحدى الدول، فما هي؟ في 18 نوفمبر بعد ما حصلت الدولة دي بموجب المعاهدة إنها تحفر قناة بنما مقابل 10 مليون دولار وربع مليون دولار كل سنة لمدة 9 سنين. إنجلترا. للأسف الشديد إجابة خاطئة. الولايات المتحدة. بالظبط كده يا مصطفى، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، تم الانتهاء منها 1914. إمام محمد، سؤال السادس: تاريخ، في أي دولة أوروبية وقعت معركة تاوتن
عام 1461 وبالتحديد في مارس، أكبر وأشرس معركة دموية في حرب الوردتين. بريطانيا مات فيها أكتر من 30,000 شخص. الهدف الثالث. وإيمان سعيدة قوي. الهدف الثالث. الهدف الثالث. الهدف الثالث. ضمنت العرش الإنجليزي لأدوارد الرابع. النتيجة 3 أهداف مقابل هدف. مروة عبد العزيز، لو ما جاوبتيش ضاعت 25 نقطة. السؤال اللي جاي يا مروة في الرياضة. ماشي، ربنا يستر. السؤال السابع، فازت البطلة المصرية سلمى علاء ببطولة العالم في إحدى الرياضات القتالية، فما هي؟ كانت البطولة في دبي لذوي الهمم، لاعبة في النادي الأهلي في الرياضة القتالية هي إيه؟ كاراتيه. كاراتيه يا مروة، الهدف الثاني. ثلاث أهداف مقابل هدفين. عطية، لو جاوبت صح خدت 25 نقطة. السؤال الثامن، رياضة، من هو الأكثر فوزا بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم حتى عام 2021؟ كريستيانو رونالدو. رونالدو يا عطية، وتسقيف في المدرجات. للأسف الشديد إجابة خاطئة. ميسي مرتين مع برشلونة، 2009-2011. رونالدو كسبها مرة واحدة بس. هارد لك يا عطية، هارد لك. إسلام سعد، يا رب. لو جاوبت صح اتعادلت، لو جاوبت غلط طاروا 25 نقطة. السؤال التاسع، معلومات عامة، ما هي الدولة الأعلى إنتاجاً للذرة الصفراء في قارة أمريكا الجنوبية عام 2021؟ أكتر من 100 مليون طن. برازيل. إجابة صحيحة. البرازيل هي الإجابة الصحيحة. إسلام برافو عليك، لسه ما عارفين حاجة. انتوا تعادلتوا ولكن لسه في سؤال عند سليمان ممكن يتجاوب، ولو اتجاوب سليمان خدتوا 25. السؤال اللي جاي محتاج منك شوية تركيز. السؤال العاشر، معلومات عامة، سميت القنبلة مولوتوف على اسم فياتشيسلاف مولوتوف الذي تولى إحدى وزارات الاتحاد السوفيتي، فما هي؟ على مهلك. وزارة الدفاع. كان لازم تستنى شوي. وزارة الدفاع إجابة خاطئة. أشهر وزير خارجية في تاريخ الاتحاد السوفيتي. استعجلت لي يا سليمان، كان ممكن تفكر بس 2-3 سنين، ولكن مفيش مشكلة. 3 أهداف مقابل 3 أهداف. سؤال ب25 نقطة، يعتمد على السرعة ليكم انتوا الثمانية. الهدف الذهبي، علوم يتبع قمر أدراستيا أحد كواكب المجموعة الشمسية، فما هو؟ المشترى. المشترى الهدف الذهبي. تم اكتشافه 1979. 25 نقطة لفريق إكسبرس.
إكسبرس 110 القراصنة 50. القراصنة في الفقرة الأخيرة ضربات الجزاء توقعت إن ممكن يخطفوا الهدف الذهبي. فريق القراصنة موقفه أوحش ما يكون، مش بس لازم يكسب، ده كمان لازم يكسب أكتر من 15 نقطة. كانت الأمل بضربة الجزاء، بس جت دوري. السؤال اللي بالدكتورة عصام ما كنتش متأكدة قوي، بس الإجابة كنت متخمنها قوي، والحمد لله طلعت إجابة صح. الحمد لله كده قربنا أكتر من الفوز إن شاء الله، والحمد لله إن وش حلو على الفريق. عادة الحظ حتى لو ليها دور فهو دور صعب جدا في ماتش زي النهارده. عجلة الحظ ياما غيرت نتائج وعدلت حاجات كتير. نروح لآخر فقرة، فقرة عجلة الحظ، ونكمل ماتشنا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 25 نقطة في فقرة ضربات الجزاء، وكل نقطة بألف جنيه بما يساوي 25,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 160,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا.